تلقى مئات الآلاف من صناع المحتوى هذا الأسبوع رسائل من موقع يوتيوب تشير إلى تغيير سياسات الدفع والضرائب لدى الموقع، وتضمنت الرسالة أنه من الممكن أن يتم خصم ما مقداره 24% من دخل صانع المحتوى لمصلحة الضرائب الأمريكية. الموقع برر هذه الخطوة بأنها أتت على ضوء طلب وجه إليه لجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى في برنامج شركاء يوتيوب. أما شركة جوجل التي تعمل على إدارة الموقع قالت في بيان لها إنها قد تباشر اقتطاع الضرائب الأمريكية على الأرباح المرتبطة بعدد المشاهدات في الولايات المتحدة في أوائل شهر يونيو القادم، وتشمل الاقتطاعات على الدخل القادم من عدة مصادر، منها مشاهدات الإعلانات ويوتيوب بريميوم وسوبر شات والملصقات وحتى القنوات المنتسب إليها. تأتي هذه المستجدات في وقت باتت فيه صناعة المحتوى على يوتيوب مهنة مربحة للبعض حول العالم. يمكنك الآن العثور على أي شيء تقريبا على موقع يوتيوب، من وصفات الطعام ودروس المكياج إلى الألعاب، حيث يستطيع أي صانع للمحتوى أن يحقق مكاسب مالية من خلال نشر مقاطع الفيديو في يوتيوب، حتى أن بعضهم حققوا أرباحا ضخمة ولا تزيد أعمارهم عن 6 سنوات فقط. خلال شهر فبراير الماضي أعلنت شركة جوجل أن إيرادات إعلانات يوتيوب وصلت إلى 15 مليار دولار في عام 2019، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام، وهو ما ينعكس على أرباح صناع المحتوى في يوتيوب من كل بلد. الإعلانات على موقع يوتيوب تشكل الآن حوالي 9% من إجمالي عائدات شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل، وتستمر عائدة الإعلانات في يوتيوب في النمو بوتيرة سريعة، حيث زادت بنسبة 36% تقريبا عام 2019، وهذه وتيرة أسرع بكثير من إجمالي عائدات إعلانات جوجل، ومنها نشاط الإعلانات على محرك البحث الذي نما بنسبة 16% فقط على أساس سنوي عام 2019. بالنسبة للمغرب، تساءل العديد من المواطنين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كانت هذه الإجراءات الجديدة التي أقرها يوتيوب بشأن فرض الضريبة على أصحاب القنوات ستساهم في التخفيف بما عرف بظاهرة روتيني اليومي، خاصة بعد جني هؤلاء المؤثرين أرباحا هامة. وتؤدي شركة يوتيوب عن كل مليون مشاهدة حوالي 3,000 درهم إلى 5,000، لكن هذا الرقم يمكن أن ينخفض أو يرتفع حسب معايير محددة، كما أن طبيعة المتابعين تلعب دورا كبيرا في تحديد حجم الربح. وهناك من القنوات المشهورة اليوم في مجال ما يطلق عليه روتيني اليومي من تصل إلى 40,000 درهم شهريا حسب عدد المشاهدات والفيديوهات التي يتم تنزيلها.